عادت من جديد إلى زيزو. زين الدين يتقدم، يا سلام. صوتي حقيقة. طيب سمعوني الآن، أعطونا تأكيد صوتي واضح ولا مو بواضح؟ يمكن القناة ترى لها دور، يعني شيل القناة، أنا أقول شيل القناة. عليكم السلام، ويلكم. صوت أغاني. طيب بنقصر لا. وين المتجر سعد؟ وأحبك الله يا صاحبي، هلا والله. البث فيه فنعم يا صاحبي، بث اليوم تفتح باكيجات فقط، لو تفتح من الحين لبكرة مو بجيك شيء كويس، وتحداك ليه يا نواف؟ حرام عليك يا رجل، حرام عليك. طيب عندنا 24,000، أتوقع 24,000 إن شاء الله، 15,000 وشو هذا؟ يقول لك ضعف حجم الحزمة، إذا بما عنصر إضافي نادرا مزيج من 24 عنصر. سم نجرب، ليش ما نجرب؟ نجرب يا ابو المشاميش ولا ما نجرب؟ وعليكم السلام ورحمة الله، ويلكم يا أحمد 8808. اهلا وسهلا. لازم اشتراك عشان اقدر اكتب ولا بدون؟ لا بدون اشتراك يا سعد، تقدر تكتب وتسوي اللي تبي بدون اشتراك. اشتراك شيء اختياري يا صاحبي ولا هو شيء الزامي. وعليكم السلام ورحمه الله، تفاءل بالخير تجدوه تعجبني يا حبيبي. نعم طلبت منك الدرافت، ممكن ينايف نهايه البث ناخذ انا درافت، بس ما لو باخذ درافتي بيلي من الحين، انا بنطول، انا باخذ البطوله. يطلع لك ليفا بنفسجي وقل الراكان ما قال. يا شيخ يا طلع، ان طلع لي راكان فهو لك يا يعني حقيقه. وعليكم السلام، ويلكم. متى ناوي تبدا تحدي القناع؟ ان شاء الله اذا خلصنا المكتب يا صاحبي، اذا خلصنا المكتب. وعلى فكره ان شاء الله المفروض على كلام المقاول اننا الاسبوع الجاي متى ظهر؟ الربوع الجاي، الربوع اعتقد او الخميس، استلم المفتاح ان شاء الله. يا سانتوس، الله تيسير الجاسم، ويلكم يا جاسم. يا شيخ ناخذك معنا، خلينا نشوف الشات. يقولك ساعة تتوقع الهلال يتأهل إن شاء الله يا صاحبي؟ ما أتوقع الهلال بيتأهل، أتوقع الهلال بياخذ آسيا بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. وعليكم السلام، ويلكم يا وهاب من الكويت، أهلا وسهلا. وعليكم السلام، هلا بالشباب. أبو داحم، إيش رأيك في إصابة ميسي؟ أنت ما أدري إيش تبي توصل لسؤالك. خليك واضح وصريح على إصابة ميسي. طبعا اكيد شيء ضايقنا كلنا، ما نتمنى اصابه ميسي، حتى لو كنت انا اتمنى تعثر برشلونه، لكن ما اتمنى اصابه ميسي. هلا ابو حامد. اقول لك سعد قل. طيب بس خلنا نفتح باكجات شوي، خلي يجينا حظ. بسم الله. ابو داحم، ما تحس بالغه وفي قوه ايش؟ دقيقه خلينا نشوف، انا احب المبالغه دائما. يقولك ما تحس انهم بالغوا في قوه السيتي؟ لا يا صاحبي، السيتي ترى لو تلاحظ الاسماء على الورق، السيتي يمتلك خط رهيب سواء في الوسط او في ال... انا تابعك من الامارات، اهلا ونعم الله اهلنا عيال زايد. سعد لو سمعت دوح يسلم عليك. اهلا يا وهلي حلوين. طيب والله سعد عبنا قسم بالله، انا واخوياي كل واحد قاعد على جواله نشوفك. سلم لي على اخوياك يا ابو عابد عبد الله، انت وباقي الشباب. حلو، كامل اسيام نحتاجها. زي البرتغال ولا وش الفريق؟ براغا 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 براغا، وش براغا؟ شخصيه كمجرم فيلم. براغا براغا، وش اسمه؟ فاستن فيوري. نظرا كان مكسيكي، ما ادري وش كان يمثل دوره صح ولا بيس. جون سنو يقولون راجع يجدد المواجهه يا تيريان ترغيريان. ما تجي تيريان ترغيريان، ما تجي يا صاحبي الى الان تيريان لانستر. بس لك يا سعد، من تتوقع يجيب بطولات اكثر، برشلونه والريال؟ من راح ياخذ الكره الذهبيه؟ الكره الذهبيه بتروح من نصيب ميسي لانه يستحقها. بالنسبه للبطولات اتوقع ان شاء الله هالسنه مدريد باذن الله. طيب يقول لك سعد، انا من المدينه، حياك الله، سويت حساب في اليوتيوب عشان اسويك سبسكرايب انت وبلاي اواي. بلاي اواي فهد، والله نعم. يقول لك وش رايك يا سعد في التحكيم مباراه الهلال والاهلي الاماراتي؟ ومن برايك ارجع اقول التحكيم جزء من اللعبه، وحتى لو كان في اغلاط سواء كذا ولا كذا، يعني ما بعد صبر الهلال وجماهيره على ناشيمورا المخيس اللي ذبحنا يا اخي، والله ذبحنا. وغير كذا نذكر تشيلسي 2009 مع برشلونه، في مباريات لامبارد في كاس العالم، اخطاء التحكيم يا صاحبي جزء من اللعبه مهما كانت ومهما صارت، مع ان احيانا تحس انها مستقصد وتحس انها زايده، بالذات مع الهلال في اسيا. انا
كنت ضد نظرية المؤامرة، لكن بعد الأشياء اللي تصير من تالي قسم بالله شيء يجبرك إنك تفكر الشيء هذا، حتى لو ما كان موجود، لكن يظل شيء. يقولك سعد أتمنى ترد وش صار على مستر فيفا شو. مستر فيفا شو إن شاء الله يا صاحبي بنبدأ فيه بعد المكتب بشوي، بيكون لنا سكشن خاص أو قسم خاص في المكتب لي أنا وهاني، بحيث أن نستمر على الشو، لأن الشو صراحة جاني كلام جميل من الناس، الحمد لله أحس أنه أعجب. سعد جيمر تاجي تاتشي من سحته ولا موجود كنت كان عندي. هلا أبو علي أي 01 ويلكم يا أبو علي، منور يا صاحبي حبيبنا من قطر، أهلا وسهلا. عاد أبو علي ما شاء الله ترى حظنا مو بزيك أبو علي، أنت ما شاء الله تبارك الله الظاهر كل اللاعبين طلعوا لك. شوف من يطلع لي أبو علي، شوف بالله يا أبو علي، أسألك بالله يا أبو علي، تعرف منو هذا؟ ذكي لك جيه حارس، شوف حتى أبو علي تقبل شلون يطلع لي فضيين، لكن ما نقول شيء يا أبو علي، أنت وربانه الله الدنيا حنا ما يطلع لنا، لكن أنت والأصلع بيتسن يطلع لك كريستيانو. ليش يطلع لك كريستيانو وانا بفتح اكثر من باكيجات؟ عرقنا يا ابو علي، قهرتنا يا اخي. ابو فيفا قول ايش. طيب وعليكم السلام ورحمه الله. سعد شيل القناع خمس دقائق. سعد الله يرحم والديك، امك تبي تحدي القناع ان شاء الله يا صاحبي، بس ما المكتب ما خلصتها وانا اسوي تحدي القناع. مورين هو لكم يا سبيشال وان، مع انك بادي بدايه جايب العيد في حقيقه. يقول لك نبي سلو مود ان شاء الله، حاطين سلو مود والله اني حاطه 35 يا صاحبي، مشكله الشات ما نبي قادر حتى الحق. لازم صراحه معي. ولكم يا لابا اهلا وسهلا، يبي لي معزز انا جنبي دامك جزائري ناخذك يا صاحبي. انا على السوني ما عندي ليجندز الحين، صدق يفوضني شاحن على الاكس بوكس مو على السوني، بس ذا الاكونت اللي يقول مشاري يشحن في السوني ما في ليجند، ما في اساطير ابلع. الله هذا الشيء الوحيد اللي يضيق الصدر في السوني صراحه للامانه يا حقين بلاي ستيشن، للامانه انك تفتح باكجات وانت عارف ما في ليجند شيء يقهر صراحه. لا مو بمب عادي نرفز، بس انا شيء يقهر. انت ما ودك يحسبون يسوي دعايه للاكس بوكس الحين. طيب مشكلة ما اقدر الحق الشات يا اخي، مو معقولة كذا. لا مو على كذا، في ناس يكلموني بس ما اقدر ارد عليهم يا اخوان، ودي ارد. ان شاء الله يطلع لك توريه ان شاء الله، والله اني ابي توريه، والله اني ابي توريه، عز الله اني ابي. اذكر الله يا ولد. ابو علي ارسل لي رسالة على الجوال يقول اذكر الله يا ولد، الاكس بوكس سيرفر كامل تقفل، عاد شو اسوي يا ابو علي؟ والله ان عيني. الله يا ابو علي ما عليه يا صاحبي، ما عليه، حس فينا شوي يا ابو علي، حس فينا. سعد افضل خطه بالنسبه 4-5-1. شوف 4-5-1 ميزتها انك تمسك الوسط، وهالجزء الوسط مهم، لكن برضه مهاجم واحد بس. شوف على حسب تكتيكك، انت بتعتمد على تكتيك معين ولا لا؟ اذا كنت بتحط تكتيكات وبتخلي سعد افتح باكج باسمي، خلى احد الشباب يفتح لك باكج. والله يا صاحبي حاولنا، خليت احد يفتح لي باكج، وولعنا شموع وحنا نفتح باكجات، طفينا الانوار، خلينا الهيفة تفتح باكجات، سوينا كل شيء عشان يطلع معنا لاعب كويس، ما طلع لنا الشاكلة هذه حقيقة للأسف، لكن ما نقول شيء، خلاص تعودنا، صار عندي تبلد أصلا. حتى لو طلع لي ليجند الحين، ما يطلع لي الحين على السوني، لو طلع لي لاعب الدون ما ادري شلون تذكر ردة فعلي، ما ادري ايش بيصير عندي تبلد، خلاص جاي مع جاء كريستيانو. طيب قل لي من انتم ولماذا انت هنا؟ نحن نلعب فيفا ونفتح الباكجات ونتمنى حظا جيدا، لكن ماذا تفعل وانت هنا حقيقه؟ يا رونيا وش ذا المكتب اللي مراد؟ المكتب ما بدأت فيه الا متاخر يا صاحبي، لذا معذره، لان اصلا كان راعي العماره رافض، كان يقول لا معصي، وش يبي تقعد تكسر تقعد تسوي؟ وين انت فيه يا اخوي؟ بيتكم ذا ولا عماره؟ حاولت اني اقنعه بطريقه او باخرى لين اعطاني الضوء الاخضر، حتى اعطاني الضوء الاخضر وهو يلا عشانك سعد ترى، ولا ما الى الان ما وده، هو لو الهوا هواه كنسل، لكن ما قصر معنا الله يجزاه خير.
مستر فيفا خلي مشاري يفتح باكج يا صاحبي، لو فتح مشاري باكج طفى الكهرب. ايش فيك عصبت وينك انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وشو طلع للدون في باكج؟ ما يطلع في باكج، ما يطلع. طلع لي انفورم يا ابو مخيس، شفت؟ جبنا طاري مشاري طلع لنا لاعب انفورم يا ابو المشميش. تعال افتح باكج، امسك افتح باكج، افتح باكج امسك. والله جبنا طاريك، شوف طلع لاعب شو اسمه حقيقه. والله تعال تعال، يلا الحظ بدا يزيد. تعال 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 جنبي، بتجي جنبي، تبي تجربها على راسك هذه، جربها عشان يطلع. طيب عشان تكونون بالصوره، الولد مستشفى امس، موديه تعبان حقيقه، في عنده انفلونزا، جانا من الطايف. انا ما جبت شيء في حرف الجيم، الكلام يطلع من نفسه حرف جيم. ما لان انت فونك تفتخر في الجيم حقتك، كم مره قلت لك افتخر؟ انا ما قلت شيء بس انت انت ايه. سلم سلم على الشباب، مساكم الله بالخير. هلا بالشباب. يا اخي ما ابي اكح يا ابن الحلال، روق. وش افتح لك باكج؟ جرب. شوف اخذ وش المايك عشان عشان تقرا الشات. جاك نظام النفسيه، لازم لاعب معين يعني؟ لا لا بس شوف شوف سب انت تقرا الشات. ما يشوف شر اجر وعافيه، الزهير يقول لك ما يجيك الشر يعني. اجر وعافيه ما بس ما يجيكم الشر. يلا افتح يا اخوي، روق ايش وراك انت مستعجل؟ افتح يا ابن الحلال، وش تلمع تروح نقاط فيفا؟ تبي اشحن؟ آه حركات قديمه. تبون كريستيانو يا شيخ؟ يا شيخ نطلع نطلع كريستيانو، نطلع كريستيانو، نطلع كريستيانو. ايوه اصبر، انا ابي افكر، بفكر فيه عظيم لدرجه انك يجيك صرع من الجائزه. لكن ما راح يجيك، راح راح بعطيك اياها لك اللي تبي. يلا افتح ابن الحلال، يلا يا اخوي. وش بدا يتمتم الولد وش السالفه يا ابوي؟ يلا شوف شوف، لا تكون مشعوذ انت، وخر لا تلمسني وخر. الله الله الله، لاعب جميل. اقول جميل جميل مره بالحيل، جميل جميل جمال. انا بس نكدت علينا كذا وعديتنا، الحين عديتنا، جيت انت عديتنا وتمشي. ما حد جاب طاريك يا ابن الحلال، خلاص يعطيك العافية. لعب ثاني، لعب ثاني، لعب ثاني ثاني. باكج افتح افتح بسرعة، يلا خلينا نقرا الشات. سعد افتح باكج باسمي يا احمد. يا احمد لو افتح باسمك وبطاقة العائلة حقتكم ما راح يجي شيء يا احمد، صدقني اعرف حظي يا احمد. افتح ايش تبي؟ هذا الباكج لعيونك يا احمد. عيون احمد؟ احمد احمد احمد. خلاص خلاص احمد، خلاص يا ابن الحلال، خلاص احمد، خلاص احمد شابين. شاهدين. لا لا لحظة لا. لحظة دقيقة. لحظة دقيقة طيب، دقيقة دقيقة صلاح. دقيقة ما الله يخلي الله يخلي أمك. دقيقة طيب، ما لي صلاح وخر يا لحظة. طيب سام تفضل يا عيال. وش قال؟ قال جاء لاعب كويس لك اللي تبي. طيب صحيح أنا فورم أي طيب. شيء طيب. صح ولا لا؟ طيب طيب دقيقة، أنت الحين جبت العيد فيني، اصبر. أنا قلت لك قبل الباكج اللي قبل. لا 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 لا, 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 لا. هذا أنا ناديتك قلت لك مشاي لو سمحت الله يخليك. عيال افصلوا فيها معليش، يعني انت ما تشوفون الوضع. وش افصلوا فيها؟ منا بمحكمة الله يسلمك. مالي عفوا، لو في جائزة تروح لأحمد ما تروح لك انت. طيب شوف العيال، شوف شو العيال شو يقولون. يا ابن الحلال احنا ما قلنا قبل شوي الباكج حقك، هذا مو بحقك، هذا انا ناديت قلت لك مشاري تعال. الحين بديت تروح يمين يسار. هذه لو 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 في جائزة، لو في جائزة تروح تروح لأحمد. كلم العيال، ما له احمد حقه محفوظ عنده. وش كلم وش كلم العيال؟ مالك صلاح، كلم كلم العيال شوف وش يقولون. طيب هات اليد. لا 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 هات اليد. لا 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 لا. طيب هات اليد. وخر 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 وخر، كلم العيال شو يقول. طيب هات اليد عشان نشوف نتحرك بس. انا بحرك، خلينا نشوف سعر ذا المخيس رفيع ما ادري وش اسمه. مالك صلاح ان شاء الله 800 كوين. طيب وين احمد؟ وين احمد؟ وين احمد؟ احمد وين اسمك يا احمد؟ دقيقة. الله 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 الله،
صادق شوف ها شوف يقولون يصرفني ما له داعي تصرفني مدحب والله من جد. لا بس دقيقه انا قد كلامي والله اني قد كلامي بس الكلام انه على ما بيها الجائزه ياخذها مشاري لانه ما يستحقها ياخذها احمد. ما احمد له جائزه مالك صراحه احمد انا احمد اتفاهم انت وش يا عيال معليش لا دقيقه لحظه اصرف عليكم انا جائزه هو جائزه لا 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 لا, 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 لا جائزه بس لا والمشاهدين كلهم جائزه وش وانا اي جائزه بعد يلا شوف انت قاعد تتهرب كذا بالحياه ليش لا لا لا, لا تحب طيب ممكن تعطيني ثانيتين اتكلم يا عيال يوم جاب طاري احمد قال لو تجيب لي كرت العائله حقتك ما راح يطلع شيء صح ولا لا جحد ام 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 السالفه الحين انا اللي فتحت بس صح شفت كيف شفت اني حشرتك الحين المنتبه هلي ولا لاحمد احمد خلاص اعطنيها ولا سلم احمد انت مالك صلاح فيها لا لانك اصلا انت نفيت وجحت من البدايه ما لك اي فرق جحتني وجحت احمد بعد الا صح ولا لا يا عيال احمد تستحق جائزه يا احمد الاخ اللي ورانا هذا ما يستحق جائزه الله يديك تعال ودي اخليك تجرب مره ثانيه انت حقيقه دام طلع شيء ها فهد طلع لا طلع لاعب مخيس يا رجل 20,000 سعد انا ادعي لك بكل صلاه يا صاحبي الله يسلمك لكن ادعي لوالديك ادعي لامك وابوك انا ادعي لي ادعي لامك وابوك الله يخليهم لك ويحفظهم ويحفظك وعليكم السلام اتابعك من العراق اهلا وسهلا منور يا صاحبي انا اسمي احمد طيب افتح باكج باسم حريم لا ترى اللاعب جاكم يوم جيت انا اللي استاهله كبير يا حسن كبير والله تستاهل اللي معاك في المكتب شوفوك بدون قناع وهالقناع مرتاح وش دعوه يا صاحبي ترى القناع ان جيت ابث من جيت اسجل فقط غير بدون قناع نهائيا سعد بلعب معك ان شاء الله يا صاحبي خلنا نخلص الحين البث تفتح باكجات ونخلص وعليكم السلام من بريده ويلكم يا ولاه والله انك منور يا حبيلك والله انك منور سعد بتسوي سلسلة المشاهير عندك سيناريو ارسل لي اياه على ايميلي وابشر اسوي لك مشاهير بس اعطني سيناريو مشكلتي في السيناريو ضعيف انا حتى ترى اللغة الانجليزية عندي لك عليها شوي لكن احاول قدر المستطاع لان عندي اغلاط لغوية كثيرة فاذا كان عندك السيناريو ارسل لي وابشر اسوي لك يا صاحب سعد حظك مخيس يا سعد الله يسلمك يا سيف مدري سايف شكرا ما يحتاج تذكرني ان حظي بخيس سعد التابع ذا ووكينج ديد تابعت سيزون 1 سيزون 2 الظاهر سيزون 3 بعدين خلاص صرت اتابعه جاء ما جاء عادي ما يهمني يعني ما صرت اشوف حلقاته كلها لان خلاص قلب صار تجاري صار يدور على الفلوس اكثر مما هو من قصه السيزون الاول كان خرافي والثاني فظيع خربها لك الا بيمطه الا بيكبره الا بيخليه مع ان والغريب في الموضوع ان له فانس له جماهيريه غير طبيعيه هل تتوقع ان البارسا ينفصل عن اسبانيا قصدك الاقليم الكتالوني ينفصل عن اسبانيا ما اتوقع وحتى لو صار ترى ما في مشكله عندك موناكو اعتقد انها تسمى اماره او اماره موناكو هذه مستقله عن فرنسا ولا زالت تلعب في الدوري الفرنسي اعتقد ماني متاكد من المعلومه اعتقد تابعت او تعرف بليتش ايه اذكرني وين وصلت فيه مدري وين بعد ما تجالد مع واحد يا شيخ قوي جلده جلد وتحول عليه عز الله الساوند تراك خرافي في بليتش الساوند تراك شوف انا بالنسبة لي يمثل الساوند تراك جزء كبير من الانمي ايا انا حتى الافلام الساوند تراك دائما اعتبره والله ما ابالغ اذا قلت لك 40% او 50% من اي شو تشوفه او من اي انمي الساوند تراك ناروتو اسطوري يا رجل حتى بليتش حتى ون بيس كذلك فيه اغاني ايه ويلكم يا عزيز سمايلي ويلكم يا حبيبي منور تشوبر عزيز من الناس الجميلين في يوتيوب ينزل لك فيديوهات جميله راقيه ذوق فيها ذوق فيديوهاته ف منور يا صاحبي نصيحة يا سعد افتح لما يطلع لك ميسي والله يا صاحبي لو يطلع لي اللي يطلع لي انا حظي بخيس يعني حتى اللاعب اللي طلع لنا انفورم البرازيلي فاتح مشاري مو بنا انا احس ان في واحد من ايه مستقعد كذا اذا جيت انا بث جاك كذا افتح لك السيرفر حق ايه يدور لين القاري انا يقول هاي يعطيني اخي ناس يعطيني اياهم هذا يا اخي الحظ بخيس فيفا 16 اخوك عدنان والله يا عدنان يا صاحبي اشكيلي واشكيلك يا كلنا نفس الشيء سعد ارحب البقى يا محمد هلا والله
وتمندي 50,000. النور نورك، تسلم يا عزيز. العب و يا ليل الليل، وش الحظ يا ناس، وش الحظ، والله مو معقول. سعد وش رايك تجرب الدرافت؟ ان شاء الله يا صاحبي، بس خلني اخلص البوينت. انا قاهرني، وش جربت في نمط المهنه وش رايك فيها؟ لا والله نمط المهنه بجربها اول مره وبخليها فيديو لليوتيوب، بجربها اول مره وبخليها فيديو بنفس الوقت، لاني افكر ان شاء الله اني اخليها سلسله، لان في كثير من الشباب يقولون في تويتر خلها سلسله تكفى، لان اكثر شيء يقهرني اذا واحد قال لي تكفى في تويتر، بالذات اذا كان يبي سلسله، شيء انا اقدر اسويه ما يضر، فليش ما اسويها؟ فاحتمال اسويها ان شاء الله. هل انت راضي بالاساطير هذه السنه؟ هل انت راضي بالاساطير؟ لا يا صاحبي اكيد ماني براضي، كنت اتمنى زيدان، اتمنى رونالدو، اتمنى ابو وش تشجع في الدوري الانجليزي؟ المان يونايتد، التاريخ والعراقه في الدوري الانجليزي يا صاحبي، المان يونايتد. لكن طبعا العشق مدريد، هلا مدريد ان شاء الله باذن الله هالسنه، مدريد ان شاء الله بطولات باذن الله. هل تتوقع البايرن يجيب الابطال مع ان افضل بدايه موسم بالعالم يا صاحبي؟ اي بدايه موسم؟ تكلم عن الدوري الالماني، الدوري الالماني ترى دورتموند الموسم اللي راح الظاهر وصل فتره قبل الاخير، المركز الاخير. الدوري الالماني مقياس ابطال اوروبا، هل بيجيب ابطال اوروبا ولا لا؟ هنا السؤال، لانه ضد جوارديولا صراحه في تدريبه مع البايرن، لان البايرن يوم اخذها استلم كان فريق قهر. سعد افتح باكجك باكج وسوي نفسك حزين بيجيك لاعب. سام سوي نفسي حزين، محمد صلاح والله جاء محمد صلاح يوم صرت حزين، صح عليك اللي يقول خليك حزين. يعني وش نجيب ضيقة صدر الحين ننكد على بعض لين يطلع؟ ولكم يا صلاح، اهلا وسهلا محمد صلاح اللاعب المصري، اللاعب الجميل اللي ما اخذ فرصته مع مورينهو وقاعد يبدع مع روما وجاب هدف جميل الاسبوع اللي راح واللي قبله، تسديده كانت جميله حتى مع برشلونه تعبهم بانطلاقات الخطيره. ولكم يا محمد صلاح. لو راح كريستيانو رونالدو عن مدريد تترك مدريد؟ يا عمي جعله ينقل عن مدريد هو وكل لعيبه مدريد، الولاء لريال مدريد ما هو اللاعب معين يا صاحبي، راح اللي اغلى وافضل من كريستيانو، راح ابو حسين رونالدو البرازيلي، راح زيدان، زيزو، واللي تغيرت طعم الكوره تغير بعد زيدان، وانا ما ابالغ. تجي تقول اذا راح كريستيانو. سعد بالله ردك اللي يقولوا الانمي للبزوره. شوف يا صاحبي، كل واحد له وجهة نظر، في البعض يشوف الانمي للاطفال من حقه، ما عندك اي مشكله، هذا رايي الشخصي. في عندكم ناس يقول لك حركه القناع سخيفه، رايه العين والراس، كل واحد يا صاحبي له راي، ما تقدر ان تفرض رايك عليه، ف لا تتقبل رايه لكن احترم رايه. يقول لك انمي البزوره، قل سم ما عندك مشكله، هذا رايك واحترمه لكن ما تقبله، فخل عندك قابلية انك تتقبل اراء الناس ايا كانت، سواء كانت على الانمي، سواء كانت حتى عن حياتك انت، حتى عن مثلا عملك او اي شيء فيك يا صاحبي، تقبل الاراء كلها، عفوا احترم الاراء لكن لا تتقبل الاراء اللي انت ما تتفق معها. وش رايك ببيس 2016 وفيفا 2016؟ ارجوك رد وتصبح على خير وسلم لي على الشباب. ويلكم يا وولف. ما تقارن فيفا، لان انا ما اشوف بيس فيها تغيير على التغيير كبير على الجزء اللي راح، هل يمكن يعني ما احترفت فيها او يمكن ما اعرف التفاصيل فيها، لكن معليش والله اني لعبت كذا مباراه بيس، حاولت اني اعطيها الوقت وحاولت اني اعطيها اي شيء او وقتي كله، لكن ما ينفع فيفا ما فيها، عفوا بيس ما استمتع فيها، ما اي لو مستعد العب لك 50 مباراه في بيس لكن ما في اي متعه، ما استمتع فيها. وبعدين بيس تجي تبني هجمه احس اني ابنيها برسمه بطريقه معينه ما تتغير كذا، تبني هجمه كبيس، لا فيفا اقدر ابدع، هذا وجهة نظر شخصية يا صاحبي لا أكثر ولا أقل. سعد هل تتوقع إصابات ميسي راح يأثر على برشلونة؟ أكيد ميسي بيتأثر بدون برشلونة، بيتأثر بدون ميسي، فطبيعي، لأن كنت تتكلم على لاعب من طينة الكبار، أكبر يعني ميسي ما أبالغ، إذا قلت لك وجوده في الملعب حد ذاته كافي يربش الخصم، زي ما إذا لعبت مع دوحة بمجرد ما يشوف اسمي يرتبش يا دوحة دانك تشوف البث، دانك تشوف البث، إيه إذا شفتني ترتبش أنت تقعد وش السالفة؟ ها 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 شاغل أخبار جيم أوف ثرون جون سنو حي ولا لا؟ أرجو الرد يا صاحبي، القناة هنا قناة فيفا جيمز، ما هو ما هو ذا، ما هو جيم أوف ثرون،
وينتر از كومينج. بس يا شيخ اسمع الساوند تراك. ساي طلع لك كريستيانو يو ريسيف $60 فروم عبادي. عبادي عبادي يعطيك الف عافيه يا عبادي، اشكرك يا صاحبي. زي ما قلنا كان ودنا نحط دقه شريخان ونحط لك حركات، لكن باذن الله قريب يا حبيبي. الف 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 شكر على الدعم يا عبادي، تسلم يا عبادي. يورسي برضو $12 من احمد الشمري، يوسف يوسف الشمري الشمري. كم يا يوسف، يعطيك الف 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 عافيه يا يوسف يا بعد حي حق الشمر، حايل والعقل مايل، تسلم يا ذوق. لحظة دقيقة هات وين المايك، هاسمطيك المايك هنا. يقول لك you received 100 من عواد العواد. عواد حرجتنا يا واد، خلاص يا حبيبي اعطيك الف عافية يا عمي، والله حرجتنا يا عواد، بيض الله وجهك يا صاحبي. طيب حركة مشاري، والله اسألك تفتح باكج لما يطلع لك ميسي وغويرو. طيب عموما بس لو سمحت بع هذه كلها ورني ركضك الحين، يلا افتح باكج. لا افتح باكج، خليني بشوف. افتح تفضل، افتح باكج من هنا. افتح طيب باكج، ما يسمعونك ترى، تفضل. لا بس قبل كل شيء لازم توفي بوعدك. اول شيء الباك اللي قلت قبل شوي، الباكج الثاني لو طلع لي في شيء وش لي هذا لا مو بذالة، لا هذا ثقة 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 عمياء. ان ما طلع اكنسل الوعد الاول. كيف العب عليك؟ اصبر بحلال. بسم الله تذكرت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يا حظي بسم الله. شيك ترى 7500 كوينز يعني. أحرقت لله. بسم الله. تعال الحين يطلع لك كذا achievement، يطلع لك لاعب. الله شوف، لحظة ثاني باكج. بالله اسمعني، أول باكج طلع لي هو اللاعب من إيفرتون، ثاني باكج طلع لي انفورم. الحين طلع لي لاعب من ايفرتون، ثاني باكج اكيد انفورم. شاهدين يا عيال، يعني الباكج الثاني انفورم ان شاء الله. يلا يا اخوي خلني مع نفسي هنا. اقرا الشات، انت خلني مع نفسي. شوف يلا يا ابو قداله، يلا لحظه لا 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 لحظه دقيقه دقيقة الله ولا بيكبر الله هو مخيس. طب دقيقة بس ممكن دقيقة. تعال بالله دقيقة. بسم الله عليك، انت قلت الله يا ابو قذلة. من هو ابو قذلة؟ تبي تنجلد انت، الله يسلمك يعطيك العافية يا ابو. روح لا تموت علينا، روح يا اخوي لا تموت على الهواء، اول واحد يموت ستريم. بسم الله عليك، حول ولا قوة الا بالله. سعد رد علي في سلسلة ملك المكتب، اكيد في سلسلة ملك المكتب يا صاحبي. وزينة سلسلة ملك المكتب وشي الموسم الجاي سيزن 2، اني انا الملك، اني انا ببدا الملك، فرحت تستمتع بالسلسلة كاملة. الله اكبر يا الثقة. وين دقة شريخان؟ لازم دقة شريخان، لازم. لا ما انا اسف لازم دقة شريخان، انا اسف. عندي اللعبة هذه يا صاحبي ودي العبها للامانة، فاحتمال كبير اني العبها اليوم، فهل تبوني ابثها ولا لا؟ لان فيفا سدت نفسي يا اخوي من الباكيجات، وللامانه اليوم لاعب يمكن حول 20 مباراه المغرب الى الان، يعني مو ب 20 والله، ولعبت واجد لين دخت. فعندي اللعبه هذه، فما ادري تبون العبها ولا لا. ما تشوفونها واضحه؟ ايش طلع الغلاف يعكس. Until Dawn، Until Dawn يا صاحبي، ما لعبتها الى الان وكثير يمدح لي، فاحتمال اني العبها بعد شوي. هل تبونها بث ولا حقيقه؟ خيارك هو الذي يقرر من سينجو في النهايه. يعود 8 اصدقاء الى كوخ معزول. رعب مشاري، رعب. Until Dawn
لكن الشرط يسيطر على أجواء سريعا، سيكون عليك اتخاذ القرارات في ثانية واحدة، قرارات ستعني الحياة أو الموت أعوذ بالله لكل فرد من أفراد المجموعة. آه يا جماعة وش تل هونا. طيب نشوفكم على خير إن شاء الله خير. يعطيكم العافية يا شباب، مشكورين، نراكم على خير إن شاء الله، فمان الله.